إسرائيل وجهت ضربات جديدة وعنيفة على الفصائل المسلحة المقربة من إيران ليلة يوم أمس، وهذه الضربات جاءت في العمق السوري هذه المرة، والتفاصيل كانت قد نشرت بشكل رسمي على وكالة سانا السورية، بالإضافة إلى بيان صادر من وزارة الدفاع السورية. معلومات إضافية جاءت من المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة رويترز أيضا، وجاءت اللقطات الأولى لهذا الاستهداف بهذا الشكل. ظهرت المنظومات الخاصة بالجيش السوري وهي تتصدى للضربات الإسرائيلية، ولكن بعض الانفجارات ظهرت من الجانب الإسرائيلي، وكذلك بعض اللقطات من الأرض توضح طبيعة هذه الانفجارات وحجمها الهائل للغاية. كما نلاحظ ضربات كانت كبيرة للغاية، استهدفت العمق السوري بكل تأكيد، وهذه كانت صور أخرى لطبيعة الانفجارات. نلاحظ بأن الانفجارات كبيرة للغاية، هي أيضا تعطي فكرة عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها إسرائيل. الذي جرى هنا بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو أن الطائرات الإسرائيلية حلقت فوق مرتفعات الجولان بهذا الشكل، مستهدفة العاصمة السورية دمشق وموقعين لحزب الله اللبناني، هي كانت الأهداف الرئيسية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وجاءت المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري كما رأينا الآن لتتصدى لهذه الضربات. كان هنالك رصدا لهذا الهجوم من قبل السوريين والجيش السوري تحديدا، وتصدت فعلا للعديد من الصواريخ الإسرائيلية التي كانت تهاجم العاصمة السورية دمشق. ولكن في حقيقة الأمر أن إسرائيل دائما ما تقوم بهذه المسألة، هي دائما ما تحاول أن تستهدف المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري، وحتى تستهدف أيضا المنظومات الرادارية الخاصة بها، تحاول أن تلحق الضرر بهذه المنظومات، وكذلك تحاول أن تشغلها لكي تذهب إلى هدفها الرئيسي، ألا وهي النقاط والمواقع التي تحدثنا عنها. وهذا هو الذي جرى في نهاية المطاف. الجانب الإسرائيلي تمكن من استهداف الموقعين ودمرتها بالكامل، وهذا الأمر أدى إلى مقتل عنصرين من الجنسية السورية كما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، وكذلك إصابة من 8 إلى 9 أشخاص. لم يكن هنالك أشخاص رفيعي المستوى كقادة في الحرس الثوري الإيراني على سبيل المثال، أو حتى من عناصر مهمة أو قيادات في حزب الله اللبناني. وواضح جدا من طبيعة الانفجارات التي رأيناها ومن طبيعة النقاط التي استهدفت، واضح بأننا أمام مخازن استراتيجية للأسلحة الإيرانية أو أسلحة تابعة حتى لهذه الفصائل المسلحة هي التي استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي. الأوساط الموجودة في داخل سوريا تحدثت عن طبيعة هذين الموقعين، لم تكن هنالك صورا قادمة من الأرض، ولكن الأوساط في الداخل السوري تحدثت بأنها كانت بالقرب من السيدة زينب. هذه هي السيدة زينب، إلى الغرب أو شمال غرب منطقة السيدة زينب، هنا بهذا الاتجاه هنالك مجمع الشهيد سليمان، وبالقرب منه هذه المنطقة هي المنطقة التي استهدفت ليلة يوم أمس. أما المنطقة الأخرى فهي أيضا بالقرب من منطقة السيدة زينب، ولكن إلى الشرق من هذه المنطقة، منطقة عسكرية هي التي استهدفت، وهنالك مبنى وجاءت بالقرب من هذا المبنى وهو مبنى إدارة الحرب الإلكترونية. هذه المخازن والمستودعات التي ترونها هي التي كانت هدفا للجانب الإسرائيلي كما تحدثت هذه الأوساط الموجودة في الداخل السوري. لاحظ أن هنالك عربات عسكرية كما هو واضح، ولكن ليست هنالك أي صور مؤكدة من الداخل لكي نحدد ونتأكد من هذه المواقع بأن أنها فعلا هي التي استهدفت، لكن هذا هو الحديث من المصادر الداخلية ومن المصادر التي عرضناها مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان. اتفقوا على موقع المهم الذي تحدثنا عنه وهو بالقرب من مجمع الشهيد سليمان، هذا كان أكيدا أن هذه النقطة هي التي ضربت. كذلك أن التحديثات من الأقمار الصناعية لم تظهر بالضبط النقاط التي ضربت، لأن الخبر لا زال حديثا والمنطقة مغلقة أيضا، لا أحد يستطيع الدخول لهذه المنطقة لالتقاط الصور. قد هذا يعني أهمية المواقع التي استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي، ولكننا نلاحظ هنا بأن إسرائيل تزيد وتستهدف بشكل كبير حزب الله اللبناني في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة في سوريا، وحتى عناصر الحرس الثوري الإيراني. لكن الاستهدافات لحزب الله ازدادت في الفترة الأخيرة هنا، وهذا كله يأتي مع نذر حرب كبيرة قادمة في الجنوب اللبناني مع حزب الله اللبناني. فإسرائيل تخطط للتقدم على الجنوب اللبناني وعلى حزب الله، وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل تريد أن تبقي هذه المنطقة ضعيفة، تريد أن تبقي الفصائل المسلحة المقربة من إيران حزب الله اللبناني ضعيفا تحت الضغط، دائما يتعرض للهجمات، لأنهم إنما بدأوا بالهجوم على حزب الله في لبنان فهذه الجبهة بالتأكيد ستكون فعالة، ولتحاول أن تفعل مع الجبهة الموجودة في لبنان من قبل
حزب الله اللبناني، وبالتالي يكون هنالك ضغطا كبيرا. على هذا الأساس هذه الضربات قد تفسر الكثير مما هو قادم في الفترة القادمة. وإحدى أهم التفاصيل الخطيرة التي نشرت عما هو قادم في جنوب لبنان، فصدرت تفاصيل مهمة للغاية في 24 ساعة الماضية من قبل CNN الأمريكية وكذلك عربي بوست، والتفاصيل التي نشرت من العربي بوست اهتمت بها الأوساط العبرية مثل جروزلم بوست على سبيل المثال. ما تحدثت عنه عربي بوست هنا بأن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني قبل 3 أيام، أي في 26 فبراير بالضبط، وصل إلى لبنان بطلب من السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، طلب أن يكون هنالك اجتماعا خاصا معه، وهذا الاجتماع فعلا تم، والسيد حسن نصر الله أبلغ السيد قاآني بشكل واضح بأن التقييمات الخاصة بحزب الله اللبناني أصبحت مكتملة حول أن إسرائيل فعلا تخطط للقيام بهجوم على الجنوب اللبناني وعلى حزب الله اللبناني، وأصبحوا على يقين من أن هذا الهجوم قادم، وهم يعتقدون بحسب تقييماتهم بأن الهجوم سيكون خلال شهر رمضان القادم أو مع التقدم باتجاه رفح. ستفعل إسرائيل وستقوم بعملية التقدم على هذه المنطقة لمواجهة حزب الله اللبناني على المستوى البري، وعلى هذا الأساس هو طلب الاجتماع من أجل الحصول على الضوء الأخضر من إيران للتصعيد على أعلى المستويات مع بدء هذا السيناريو، ومع سيناريو الحرب البرية يحتاجون أن يكونون أحرارا طبعا ولا تكون هنالك أي قيود إيرانية، بالإضافة إلى أنه طلب منه المزيد من السلاح لإعداد حزب الله اللبناني لهذا السيناريو، وكذلك أن تكون إيران موجودة مع حزب الله اللبناني في مواجهة هذه المسألة، وتحصلوا على الضوء الأخضر صدق أو لا تصدق بحسب العربي بوست من الجانب الإيراني. لا بل إن إسماعيل قاآني أبلغه بأن يجب أن يكون هنالك درسا قاسيا لتل أبيب إذا ما قامت بتحقيق هذا السيناريو وقامت بالهجوم على الجنوب اللبناني، وهذا كله يوضح بأن حزب الله اللبناني الآن أصبح لديه الضوء الأخضر للتصعيد إلى درجة أنه ممكن أن يشاغل الإسرائيليين ويقتحم بعض المناطق للداخل مع رغبة إسرائيل بالتقدم إلى الجنوب اللبناني، وهذا يفسح المجال لحزب الله اللبناني أن يكون مؤذيا، أن يتسبب بالكثير من الأضرار للإسرائيليين في ظل هذا السيناريو الذي نتحدث عنه. أما التقييمات الأمريكية بحسب مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كما نشرتها CNN الأمريكية لم تختلف أبدا مع هذا الحديث، فالمسؤولين في إدارة بايدن وجدوا فعلا ومن تقييماتهم لديهم خشية بأن إسرائيل ستقوم بهذا الهجوم مع نهاية الربيع وبداية الصيف القادم إن لم تنجح الجهود الدبلوماسية. والإدارة الأمريكية بدأت تتعامل في حقيقة الأمر وكأن إسرائيل ستدخل بهذه الحرب وأن الوضع الدبلوماسي أصبح مقلقا للغاية، وعندما نتحدث عن الجهود الدبلوماسية نتحدث عن القرار 1701، القرار الذي من خلاله إسرائيل تقول بأن يجب على حزب الله أن ينسحب خلف هذا النهر الذي ترونه باللون الأزرق هو نهر الليطاني، وأن يأتي الجيش اللبناني هو الذي يحل محل حزب الله اللبناني هنا، وبالتالي المدنيين يستطيعون العودة مرة أخرى. 100,000 من المدنيين الإسرائيليين اختفوا تماما من الشمال الإسرائيلي بسبب كل ما تقوم وكل ما يقوم به حزب الله اللبناني، لكن المشكلة هذا لم يتغير أبدا وحزب الله لا زال موجودا، وبالتالي إسرائيل تخطط للقيام بهذا الهجوم. وبحسب التقييمات الخاصة التي تحدثت عنها CNN الأمريكية هم يرون بأن الأمر سيبدأ من الجانب الإسرائيلي بحملة ضربات كبيرة جوية من قبل الجانب الإسرائيلي على العمق اللبناني على مواقع لحزب الله حتى وإن كانت قريبة من المدنيين، وبعد ذلك سيأتي الهجوم البرية الإسرائيلي. وإسرائيل هنا لابد من الانتباه بالنسبة لها بأنها بدأت تجد حزب الله اللبناني هو خطير للغاية، الجبهة طويلة، الحدود خطيرة، هو أقوى من حركة حماس والفصائل الفلسطينية وأكثر اقتدارا على المستوى العسكري وأكبر عددا كذلك، ولديه خزين صاروخي كبير للغاية، وبدأوا يجدون بأنه يهدد إسرائيل بشكل خطير ولابد من القيام بشيء تجاه هذه المسألة. وعندما نتحدث عن التقييمات الأمريكية من الضربات الجوية وغيرها
فعلا بدأنا نرى تصعيدا كبيرا من قبل الجانب الإسرائيلي على المستوى الجوي. هم ضربوا بيروت، ضربوا بعلبك مؤخرا وهي منطقة بعيدة وخارج القرار 1701 الذي نتحدث عنه، وكذلك أن الضربات تدميرية في هذه المنطقة الجنوبية، وبدأوا يستخدمون كذلك المدفعية في ضرباتهم على المناطق الحدودية التي يسيطر عليها حزب الله. هذه كلها ترشح أن هنالك هجوم بري وإعداد لهجوم بري خطير قادم، خاصة وأننا أيضا يجب أن لا ننسى بأن أكبر فرقة عسكرية إسرائيلية انسحبت من وسط قطاع غزة مؤخرا في الأسابيع القليلة الماضية وانتشرت في هذه المنطقة. بالتالي كل نذر الحرب حتى على المستوى العسكري وهو ما هو ملاحظ هو حاضر وحاضر للغاية. وإذا ما ألقينا نظر على ضربات الأخيرة الإسرائيلية التي جاءت على الجنوب اللبناني على سبيل المثال هنا في بلدتي كفرة وصديقي، ستلاحظ أن تدمير كامل يجري لهذه المنطقة لمواقع حزب الله اللبناني. كما نلاحظ ضربات ليست بالعادية من قبل الجانب الإسرائيلي، وكانت هنالك ضربة يوم أمس في خربة سلم كما تلاحظون في الجنوب اللبناني. أيضا تلاحظ مواقعا كبيرة ومنازلا على ما يبدو كفلل هي التي ضربت ودمرت في هذه المنطقة. وإذا ما ذهبنا لتحديد هذا الموقع سنلاحظ بأننا أمام فيلا كبيرة واضحة هنا قد كان هي الهدف من هذه الضربات. وتلاحظ أيضا في نفس الوقت بأننا أمام تصميم خاص لهذا المبنى الآخر وهذا مبنى آخر بهذا الشكل، واضحة جدا طبعا الصورة من الطائرة الإسرائيلية. تلاحظ هنا ألواح بالطاقة الشمسية في هذا المبنى، وكذلك تلاحظ أن هنالك منطقة مزروعة وهنا شجرة كبيرة وهذا طريق آخر، والحديث بأن خربة سلم هي التي استهدفت. ودعونا نتجه إلى هذه المنطقة أو هذه البلدة التي تتعرض للكثير من القصف. هذه هي البلدة التي نتحدث عنها، خربة سلم، والمباني المتطابقة مع الصورة القادمة من الطائرة الإسرائيلية هي هذه المباني. لنتجه إلى اليمين قليلا لنتأكد، وبمجرد التوقف هنا إذا ما توقفنا ستجد فعلا كل شيء متطابق من تصميم هذه الفلل التي رأيناها، لا شيء مختلف أبدا مما رأيناه. وهذه هي ألواح الطاقة الشمسية، نفس المبنى، المنطقة مزروعة هنا، شجرة كبيرة وهذا هو الطريق. وتلاحظ هذه المناطق لا يتواجد فيها أناس عاديين بل أناس متنفذين، قد تكون مقرات لحزب الله اللبناني وغيرها، وقيادات قد تكون لقوات الرضوان التي انسحبت منذ فترة منذ أشهر مع تصعيد الأمور مع إسرائيل، مع التهديدات التي تعرضوا لها. أعدادهم تصل بالحسب الأرقام التقديرية لأعدادهم تصل إلى 20,000، وبالتالي إسرائيل واضح جدا هي تريد تدمير وضرب القيادات لتحقيق تقدم في هذه المنطقة. وهذا هو الذي يفسر الكثير مما نراه في سوريا بكل تأكيد. وهذه المشكلة ممكن أن تتفاقم في الفترة القادمة، خاصة وأن رغم الكلام عن أن هنالك اتفاقا في قطاع غزة قادم تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أن باراك رافيت أحد أهم الأشخاص الموجودين في موقع أكسيوس الأمريكي وصاحب الكثير من الأخبار الحصرية، عندما عاد مسؤولين إسرائيليين يقومون بالتفاوض في دولة قطر كان قد ذكر الآتي: أخبرني أحد المسؤولين الإسرائيليين أنه على الرغم من التقدم البطيء في محادثات الرهائن إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم، أي أن لا زالت هذه الصفقة التي من المفترض أن نرى منها شيئا الأسبوع القادم لا زالت تحت الخطر وتحت الإنذار. وهذه كلها تعتبر مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد توسع الحرب، وتوسع الحرب قد يؤثر عليه في الانتخابات الأمريكية القادمة، خاصة وأن دونالد ترامب يستمر بالتفوق على جو بايدن وممكن أن يستثمر مثل هذه المسائل بشكل كبير. أن الحرب أصبحت في كل مكان في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه الظروف في الشرق الأوسط. على سبيل المثال آخر الإحصائيات الصادرة هنا من بلومبرغ تلاحظ وتوضح لك بأن دونالد ترامب متقدم في نيفادا بنسبة 48%، وكذلك 50% هنا بتسع نقاط كما تلاحظ في نورث كارولينا، بست نقاط في نيفادا كما تحدثنا، بست نقاط في بنسلفانيا على جو بايدن، وبأربع نقاط في ويسكونسن، وهنا تلاحظ نفس الأمر بخمس نقاط في كل الولايات الأمريكية، وبست نقاط في أريزونا، نقطتين في ميشيغان، وست نقاط أيضا في جورجيا. بالتالي تلاحظ أن دونالد ترامب قادم وقادم بقوة، وأي اشتعال لأي حرب أخرى مثل حزب الله اللبناني على سبيل المثال في جنوب لبنان وتزايد الكوارث، الهجوم على رفح وغيرها، اشتعال حرب إقليمية محتملة، قد يكون أمرا يستثمر انتخابيا من قبل دونالد ترامب. وبالتالي جو بايدن قد يكون هذا آخر شيء
يريد أن يسمع عنه هو حرب جديدة في المنطقة تضاف إلى حرب قطاع غزة.